السلام عليكم احبابي الكرام، جبت لكم اليوم غاتو سهل اللي بغى تخدم في راس العام. غاتو من اسهل ما يكون. بالنسبه للمقادير هذا ديالو هو هذا. عندنا الفريز، عندنا هنا نص كيلو ديال الفريز اللي تكون طيبينه من قبل مع السكر والماء، والحلاوه تتبقى على حسب الذوق. هنا نص كيلو تقريبا، انا غندير فيه بعض الورقه ديال الجيلاتين. نص كيلو ديال الفريز، اربع ورقه ديال الجيلاتين. هو الا درتو نتوما كيلو ديال الفريز او درتو 800 غرام ديال الفريز، ما غتحتاجوش انكم ديروا الكولوروم. هو دير خصكم ديروا الكولوروم في هذول، كي ما غتحتاجوش انكم تعززوا الشونتي بالكولوروم. انا زدت الكولوروم باش عطاتني داك اللون اكثر حمرار. هنا صافي درت الجيلاتين وغنخليه يطلق، نخليه يطلق في داك الماء باش غنديرهم في الفريز، في الكولي ديال الفريز. ها هو الفريز، هنا غنعصر داك الجيلاتين ديالي وغنديرو هنا في الكولي ديال الفريز اللي تيكون من الطبع سخون، وحنا تنحركو حتى تيدوب وغنخليوه يبرد. غنديرو في الثلاجة حتى يبرد تماما، باش عاد غنزيدو ليه من بعد غنزيدو الشونتي اللي غنطيوها. ان شاء الله غنخليكم المقادير في صندوق الوصف، مضبوطه حتى ديال الجنواز نخلي لكم في صندوق الوصف. هنا بالنسبه كيف قلت لكم جيت للشونتي، انا تنخدم بهادي. تعجبني هاد الماركه زوينه، كاينين بزاف الماركات ولكن انا هادي تنفضل. انا هادي هنا غندير يطرو. هو بالنسبه لهاد الكاطو تقريبا اللي فيه جات فيه 2 كيلو، يعني نتوما تقدر تحتاجو هاي نص سيترون او تحتاجو 700 غرام تقريبا. نص سيترون يقدر يخرج لكم حلوة مزيان. نص سيترون، نص سيترون باراك كافي، لان هي لا كريم تضاعف الحجم ديالها، تتمنطى مزيان وتتولي كتيرة. صافي هنا غنمونطيو الشونتي كيف قلت لكم على حسب الذوق. بغيتو تحليوها حليوها، تزيدو تحليوها على حسب الذوق. انا ما حليتهاش، خليتها هكا وغنخلي دابا حتى تيتمونطا مزيان ويطلع ليا الشونتي وتيكون بارد من الافضل. هنا ها هو الشونتي ديالي من طلع، وهاديك بردت الفخيز. غنخوي داك شويه وغنخلط مع شويه ديال الشونتيي وغنزيد عتني شويه الشونتيي وغنديرها في الثلاجه تشد شويه راسها. هنا الجينواز اللي كنت قلت لكم طيبتها من قبل ودرت في داك الفيديو، انا غندير لكم نخلي لكم هذا المقادير مضبوطه في صندوق الوصف ديالها. هنا غنحاول انني نقطع على 3 اقسام. هي كانت باقا شويه سخونه، من الاحسن الى خشيتوها في الثلاجه وعاد قطعتوها غتكون القضيه اسهل وغتجيكم سهله. هنا حيت باقا كانت باقا شويه يلاه طابت. نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتدعموا القناه، غيكون فضل منكم وليس امرا. ومرحبا بكم، وافرحوا اي تساؤل بغيتوه قولوه ليا، اي حاجه ما عجبتكمش قولوها ليا وقبلها بصدر رحب. هنا الجنواز ديالي هي قطعتها وقطعتها على 3 اقسام كي قلت لكم. هنا خليت هذاك برد وغنخوي واحد شويه اللي غنديو فوق الكاطو اللي غنسالي، وخويت هذاك وزدت عليه الشونتي، ولكن ما عطانيش داك الكولور. انا غنزيد شويه ديال الكولور باش ما كانت تقطع لي التصوير وما
وما صورش داك الكولورون، راه زدت الكولورون ضروري من الكولورون غير شويه ماشي بزاف، شويه باش تعزو داك اللون ديال اللون ديال الفريز. صافي هنا غنفزك بهاد السيرو، هاد السيرو اللي كنت خديته من فريز مي كنت نطيبو ودرت بيه وسقيت بيه هذا البسكوي ديالي. هنا عندي الطبقة الأولى ونحاول أن نقادها في جميع الجوانب بهذيك السباتيل صغيرة، اللي ما عندكم سباتيل تقدروا ديروا معلقة أي حاجة ممكن. هنا الطبقة الثانية غناخد داك الميتين وغنحاول نستفو في الوسط وغندير الطبقة الثانية أو عفوا الأخيرة الأخيرة، لأن يعني درت الطبقة الأولى ودرت الطبقة الثانية ومن بعد هذه الطبقة الأخيرة، هذه الطبقة الأخيرة. هنا درت بالسيو كان مبقاش ليا داك السيو، درت سيو آخر ودرت فيه الكولو. وهنا غنزيد كيف قلت لكم لا كريم اللي زدت فيها شويه ديال الكولورون باش عزات لي داك اللون ديال الفخاز. صافي انا غنبقى الايطالي حتى نكمل جميع الجوانب ديالها، يعني حلوه سهله ماهله اللي بغات تخدم على راسها في هذا راس العام وتصايب الحلوه من اسهل ما يكون. هذه سهله ما فيها لا محنه لا عذاب، يعني سهله سهله جدا وغتعجبكم، غتعجبكم ان شاء الله تعجبكم. نتمنى انني ما تحشمش قدامكم. هنا كيف قلت لكم ها هو الفريز اللي كان قبيله بقى لي، وفيه الجيلاتين تنحاول ان نستفو الفوق، وهذا تنزيد فيه شويه د الناباج باش تعطيني واحد اللمعان لهذاك الفريز، لهذيك الطبقه الفوقيه تتبان تبقى لامعه وزعت واحد الكولون زوين. هنا خليتها دخلت الثلاجه بردات ودابا غنجي نقاد الجوانب. هنا كنت نسرع ديما الفيديو باش ما يجيكش طويل، حاولت ان نقص الفيديو باش ما يجيكمش طويل، تنوريكم هي المراحل المهمه. صافي هنا تنحاول ان نقادو الجوانب باش نلصقو هذاك الشوكولا داك الفيرميسيل اللي فيه بالكولورون، فيه كولورون بزاف، غنحاول انني نثبتو في الجوانب. صافي من ثبتو في الجوانب تنحاول ندير انني ندير هذا الشونتي. انا غادي نسرع الفيديو، يعني ما تنبغيش نطول عباد الله الفيديو باش ما يجيهمش طويل بزاف. نوريكم انا هذه تتبقى مرحله اختياريه كل واحد كيفاش يبغي يزوق. هنا غندير نكتب، شوفوا نتوما على حساب واش عيد ميلاد واش يعني اللي بغيت ديروه. هذا كاطو رائع وسهل، وتقريبا الوزن ديالو لقيت فيه 2.5 كيلو، واخا ما نسيت ما عبرتوش، ولكن راه عبرتو لقيت فيه 2.5 كيلو، يعني تنقسم لكم بالله تا فيه 2.5 كيلو والله العظيم بدون كذب، ولا 2.2 كيلو بالضبط. هذا هو الكاطو ديالي اللي تيكون على هذا الشكل النهائي. دابا غنوريكم القوام ديالو كي تيجي من الداخل. هاد القضية مهمة، حالة مهمة مزيانة هاد الشاريمو، لأن من تتقطع الكاطو تتقطع مفيني، وما دائما تيكون حداكم واحد طوخشون واحد والموت تحاولو أنكم تسخنو مزيان وصافي تتقطعو الكاطو ديالكم. هنوريكم القوام ديالو اللي بغاي، القوام ديالو كي داير. تنحاول ان نمسحو الموس و تنحاول ان نسخنو شوية بحركة تقريبا. صافي
صافي، وغنحاول دابا نقطعو الجهة الأخرى، وغنديرو في بلاطو في الأسيت ديالنا باش نوريكم كي جا القوام ديالو من الداخل. شنقول لكم، رائع للغاية، هانتوما غتشوفو. هو من احسن الكاطو، خليوه حتى يبات ليلة كاملة عاد زوقوه وقدوه. شكي تيجي رائع، مجموع ثلاث طبقات متساوية. نتمنى انكم تجربوه، والى اللقاء في فيديو اخر. مع السلامة وسنة سعيدة، وكل عام وانتم بألف خير. دمتم بخير احبابي.